আমাকে স্বচ্ছতা দান করেছে। শিখা জেনারেল হসপিটাল আমাদের হসপিটালের পাশে, শিখা জেনারেল হসপিটাল মোহাম্মদপুর সাহেব বড় মন্দির বাড়ি, তিনি 5,000 টাকা নগদ দান পাঠিয়ে দিয়েছেন, দান করেছেন। আল্লাহ যেন তাদেরকে মোর করে। শিফা নার্সিং হোম, শিফা নার্সিং হোমের মালিক সম্মানীয় মুসলিম ভাইকে সাবেদন যে আপনারা আর রাস্তায় থাকে না, থেকে সতর বন্ধ হয়ে বসে যান। আর আধিকারিক ভাইকে সাবেদন যে আপনারা আগের কাজ আরম্ভ করে দিন। 10,000 টাকা নগদ আমাদের সম্মানীয় সদস্য হাতে দিয়ে দিয়েছে, দান করেছে। আমাদের রুকু ভাই প্রাস্তিক ব্যবসায়ী আগে 10,000 টাকা দিয়েছিলেন, আজকে 5,000 টাকা দিলে 4,000 10,000 টাকা50,000 টাকা দান করে দিয়েছে। আল্লাহ যেন তাদেরকে সুস্থ রাখে, তাদের ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহ যেন হেফাজত করে, তাদের ছেলে পুলেকে তাদের মা বাবাদের হেফাজত করে। وشرفهم بأنواع نعماء الجنان من الغور والقصور والغلمان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس أحسنوا لليتامى والفقراء والمساكين، واعلموا قد أوجب أداء صدقة الفطر على كل حر مسلم مكلف حر أو دقيقها أو صبيحها أو صاع من تمر أو شعير أو قيمة كل منها، وأداء القيمة أفضل في الرحائب والقصب كعيننا في القات والجد، والأولى تترك الفطر بشخص إلى جماعة وجماعة إلى واحد. ومصارفها كمصارف الزكاة، وأفضل أوقات أدائها قبل الهدوء إلى المصلى، وإن قدم بشرط دخول رمضان أو أخر جاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. من أحبهم فبحسبي أحبهم ومن أبغضهم فبحسبي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله في الأرض. من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. تعدل عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء.